السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنحسبوا النهاية جوج إكس ناقص الجذر ديال إكس كاري زائد إكس إكس تونفير بلس أنفين. إذا قبل ما نحسبوا هذه النهاية فغنحاولوا نشوفوا واحد القاعدة أو لا واحد التقنية ديال التعميل اللي غنبقاو نستعمل. إذا عندنا الجذر ديال إكس كاري زائد بي إكس زائد سي، فهنا إلا بغينا نعملو بإكس إذا شنو كنديرو؟ إلا بغينا نعملو بإكس إذا أول حاجة غنعمل بإكس كاري داخل الجذر، إذا أ إكس كاري إذا كيبقى لينا أ بي إكس، إذا ما عندناش إكس كاري شنو غادي ندير؟ غنقسم عليها كذلك السي على إكس كاري. إذا ممكن نزيدو نبسطو هاد الكتابة هادي، إذا إكس كاري أ إكس على إكس كاري، إذا كنختزلو بإكس كيبقى لينا بي على إكس سي على إكس كاري. عندنا الجذر ديال واحد جداء ديال تعبيرين أ في بي مثلا، إذا شنو كيساوي؟ هو الجذر ديال إكس كاري في الجذر ديال أ زائد بي على إكس زائد سي على إكس كاري. الجذر ديال إكس كاري هو الفالو أبسولي ديال إكس في هاد التعبير هذا. إذا القيمة المطلقة إكس بطبيعة الحال ديك الساعات كنشوف أنا واش إكس عدد موجب أو عدد سالب، ومن بعد كنحيد القيمة المطلقة. إذا نتوما اللي تعقلوا عليه هو التعبير الأخير. إذا بشكل عام نولي نعاودو نكسبوه، إذا الفالور أبسولي ديال أ إكس كاري زائد بي إكس زائد سي. طبيعة الحال ممكن تكون هذه سالبة، تكون عندنا غا أ إكس كاري زائد سي، ولا تكون هاد سي مكايناش. إذا هو القيمة المطلقة ديال إكس أ زائد بي على إكس زائد سي على إكس كاري. إذا من بعد غنبقاو نستعملو حنا مباشرة هاد العلاقة، مغنبقاوش ندوزو للمراحل كاملة، مباشرة غنستعملو هاد العلاقة هادي. إذا دابا نرجعو للدالة ديالنا، إذا أول حاجة نديرو التعويض المباشر. التعويض المباشر نبقاو نديرو بشكل ذهني بلا ما نبقاو نكتبو. إذا جوج إكس كاري طون فيغ بلوس أنفيني، إكس كاري بلوس إكس هي طون فيغ بلوس أنفيني، إذا بلوس أنفيني موان بلوس أنفيني هذا كيتسمى فورم ان ديتيرميني. اذا كيفاش نحيدو هاد الفورم ان ديتيرميني؟ اذا ممكن نستعمل تقنيه التعميل الفاكتوريزاسيون. اذا باش غنعمل فاحنا عندنا اكس هنا ولكن هنا ما عندناش اكس، اذا كنحاول نستعمل هاد الطريقه باش يرجع عندي اكس هنا ومن بعد نعمل. اذا لا ليميت ديال جوج اكس ناقص، اذا نطبق هاد التقنيه، إذا هي القيمة المطلقة ديال إكس. إذا عندنا إكس كاري يعني واحد إكس كاري، إذا هي واحد زائد واحد على إكس بلس أنفين. إذا عندنا إكس تونفيغ بلس أنفين يعني عدد موجب، إذا كيمكن لي نحيد القيمة المطلقة. إذا إكس واحد زائد واحد على إكس. إذا دابا كيمكننا نعملو بإكس جوج ناقص واحد زائد واحد على إكس. إذا دابا شنو غادي ندير؟ غنحسب لا ليميت ديال كل حاجة بوحديتها. نبداو بهاد الجذر، لا ليميت ديال واحد على إكس بلس أنفيني، إذا واحد على بلس أنفيني راه هي زيرو. دونك لا ليميت ديال واحد زائد واحد على إكس أولا ديال الجذر بشكل عام، إذا هادي كتمشي للزيرو، كيبقى لنا جذر واحد اللي هو واحد، ولا ليميت ديال إكس بطبيعة الحال هي بلوس أنفيني. إذا إكس تونفير بلوس أنفيني، هاد التعبير هذا كامل طونفير الواحد، إذا غيكون عندنا بلس أنفيني مضروبة فاش؟ في جوج ناقص واحد،
إذا جوج ناقص واحد هي واحد، يعني بلس انفيني في واحد هي بلس لانفيني. إذا حنا شنو كنديرو؟ كنديرو بلس انفيني وكنديرو كار وكنديرو هاد لي ليميت هادو.